السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا عيسى، هلا جيت بوقتك. احنا قاعدين نشتغل حق الانتخابات، تعرف شنو يعني انتخابات ولا لا؟ elections. شوف، انت راح تشتغل معانا، مو انت قاعد تقول انك كويتي؟ تبي تصير كويتي صج؟ عطني هالفايلات هذيلي. روح يبهم. يبهم. ايوه ايوه ايوه، عاشوا 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 عاش عيسى. كفو كفو كفو. الو، هلا عيسى. تصدق كنت بتصل فيك؟ انت سين نور؟ انا بخير الحمد لله، انت شلونك؟ انا سين، انا بانتخابات. شنو؟ انتخابات؟ انت وين الانتخابات؟ وين بالله؟ اوكي، مع ربعك. يلا زين الحمد لله. المهم تكون مستانس، اخر مره كلمتني كنت فيها وايد تعبان. I am fine now but I actually called you because I wanted to apologize for not doing what we agreed. Honestly, after I got to know Jabir better, I discovered he's different from what you told me. شنو يعني عيسى؟ ما فهمت. He seems like a nice guy. لا لا عيسى، انطر عاد، احنا اتفقنا. ايش فيك؟ ما يصير، انت وعدتني. In the right time. In the right time, Noor. عيسى، انت فاهم شنو يعني انا انخطبت رسمي؟ Okay, don't worry. عليكم السلام. هلا سليم، خله هني. مشكور حبيبي، مشكور، مع السلامة. قواك الله، يعطيك العافية. تعال. هذه هند الطاروف، مرشحة الانتخابات. شو بي مكتوب هني؟ إنسان زائد حقوق يساوي وطن. يعني أنا إبهم. Are you working with her؟ إحنا كنا متطوعين بحملاتها الانتخابية، وهي جارتنا. إنسانة فاهمة مثقفة، وعلى فكرة إذا نجحت بتكون أول واحدة توصل البرلمان بالكويت. ومعلومة بس صغيرة لك، ترى أنا خططت بنت أختها. هي بي ممكن داكي البرلمان؟ والله هذه صعبة شوي، يعني قانون حقوق المرأة جديد عندنا، يعني يبي له وقت على ما توصل. شباب عافية، أحد يترجم له. أنا إبهم. والله شوف، عاد فازت ولا ما فازت، هند الطاروف سوت أشياء وايد تنحسب لها. أنا يارب. تبعدين وياك. أنا يفهم وطوفتها لك، بس أنا يعرف شنو؟ إيش عرفك أنت؟ هند، أنا أمتي. هند الطاروف عمتك؟ أنا عيسى راشد عيسى الطاروف. ها؟ شنو بي؟ أنا استغربت من فترة لما أمي قالت لي إن جيراني يبين سايق، ما أدري، طباخ فلبيني. أنا ما بي كدام. أنا أختي كولا، أمتي هند، نوريا، أواتيب. My grandmother is غنيمة. صدمتني والله. قول أمهم مرة عودة وعقليتها كذي. هند الطاروف، هند الطاروف شلون رضت تقطك بملحق؟ بعديها، خل هذا كله على صوب. أختك خولة؟ شلون بالله؟ شلون؟ اسمع، مو تنزل من السيارة. أنا هني بندوة عميمة هنودة. مي تو. شفيك تبي شي؟ ما أسمع. أنا في هني. ما أسمع عيسى.
ذاك الباركينج. ايش جايبك مع منو؟ انا يجي هني وجابر. جابر؟ سلام. مو الطباخ اللي عندي يدتي. ايش فيه؟ ايش مسوي؟ شايبه؟ انا مو الطباخ، انا عيسى الطاروب. تفضلي لو سمحتي. اتابع من فتره اهتمامك بما يسمى بقضايا حقوق الانسان، واتذكر عدد كبير من القضايا اللي اثرتيها قبل فتره. يهمني اليوم أن أوجه لك سؤال يا أستاذة هند، هل لا تزال قضية غير محددي الجنسية من أولوياتك؟ هذه القضية على رأس أولوياتي. أنا سويت دراسة من كذا سنة، تقريباً سنتين، على هذا الموضوع بين الحقوق الإنسانية للمواطن والمقيم. أعتقد أن أنا وصلت الحل لهذه المشكلة. يعني أنت تشوفين الحين كلهم يستاهلون الجنسية؟ إذا كانت إجابتي مهمة، من وجهة نظري الشخصية إن في ناس من غير محددي الجنسية يستاهلون إن هم يأخذون الجنسية. في وايد ناس مواطنين وعندهم جناسي ما يستاهلونها، لأن ما عندهم لا انتماء ولا ولاء لهذا البلد. يعني تساوين عيال الديرة مع غيرهم؟ الحقيقة إجابتك يا أستاذة هند غير منطقية أبداً. الله يرحم عيسى الطاروف ولد الكويت، نشوف بنته اليوم تساوي الكويتيين بغيرهم. بس هذه كل السالفة، اللي عنده سؤال يسأل ماما غنيمة عاد. يعني شلون؟ طول هالمدة خالي راشد عنده ولد أكبر من خوله وفلبيني بعد؟ أنا مو فلبيني. أنا ماني فاهم، وإذا فهمت ماني مصدق. ولا أنا فاهم. تدري؟ تبي تفهم؟ أمش معاي. أمش 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 عيسى أمش. عيسى؟ يعني أنت ما لقيت إلا جابر تقول له؟ شنو أنت ما تدري؟ أنا خلاص لازم أقول، أنا تعبان. سيكريتس، قل له سيكريتس. إيش معنى الحين؟ إيش معنى الحين؟ مش شايف ظروف عميمة بالشغل؟ عيسى أنت متعمد. لا، I did not mean it. هند الطاروف خربتها مرة واحدة. إيش صار؟ جاوبت إجابة خلت نص الناس يمشون. إيش فيها عمتك؟ ليش ما تحسب حساب الكلام قبل لا تقوله؟ هذا للحين هني؟ إيش صاير داخل تحت شي؟ أطلعت الناس؟ حسافة والله. المفروض مثل هالكلام ما ينقال الحين. خد توصل مجلس لما تالي يصير خير. يا ربي شنو قاعد يصير؟ خولة، أنا آسف، ما كان قصدي إني أجيبه وياي وأحرجكم. أنا قايل أقعد بالسيارة بس هو الله يهداه ما أدري إيش فيه نزل. والله إيش سوينا إحنا؟ أنا بمشي. جابر، أنا روح ديوانية. لا ما له داعي، خلك أقعد هني مع أهلك. شنو يعني؟ ما فهمت. يعني أنا وماما غنيمة وأنتي أهلا، فهمتي؟ شوي 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 شوي. أم جابر؟ يا هلا والله أم جابر، حياش، تفضلي. لا أنا جاية أطمن على الوالدة إن شاء الله أحسن. وي وين كنا وين صرنا؟ الحمد لله أحسن وايد. بس هالانتخابات الله يقطع الانتخابات، ما يانا من وراها إلا عوار الراس. هذا وأنتي أخت هنودة تقولين كذي. وإحنا إيش خذينا من هالانتخابات؟ أنتي ما تقرين جرايد يا أم جابر، شرشحوها بهالمقالات، ما خلوا كلمة ما كتبوها عنها، لأنها ساوت الكويتي بالباجي. أنا طول عمري أقول لبنتي هنودة ليش شاقي روحك ورا الخدم والعمال وحقوق الإنسان؟
تالي بس فهمت أثاري صيتها شيء ثاني. إيش تقصدين يا أم جابر؟ أنتي حبيبة قلبي وأنا أمون عليك، بس كلمة تستحي منها بدها. أنا أقول يعني شن الموضوع ما صار، اللي هو موضوع نور وجابر، وأبيك بعد تسلمين على الوالدة. الحمد لله ربي عوضها بحفيد عقب ولدها الله يرحمه. إن شاء الله. يا الخايس يا النيس، ما يعنى من ورا كل الفشيلة والمطايع. يا نورية ما رتفق على الولد هديد، ايش فيك؟ وخري عني. شنو بيه؟ ليش؟ انت لا يكون صدقت عمرك ان انت ولد راشد. اصحى. استغفر الله العظيم نورية، ايش فيك؟ ايش تقولي مو ولد راشد وهنادة تقول بينه معك؟ ما يصير. سكتي. انا مو ولد هرام، انا ولد راشد. بس خلاص خلاص فضحتونا، خلونا نتكلم بعقل، خل تفاهم شوي شوي. اي عقل؟ وهو خلى فيها عقل، وهو خلى فيها عقل، لا من صحة أمي ولا من أعصابي وعقلي ولا من نصيب بنتي اللي وقف، الله يوقف قلبك. أيسا أنت ليش تسوي كذي؟ ليش تروح تقول حق جابر؟ أنت من صدقش تسألينه ليش المدمغة؟ هذا رباط غسانول حقود معلمة، إذا ما طال الشي دمره. هذاك ما طال هند أختي قام ياب هالبلوى على قلوبنا، وهذا ما طال القعدة ببيت أمي قام بطل جربة. أنا ما بقول غلط، أنا أقول أنا عزم، أنا ما بقول كذاب. يا شين استرجع البقر، أقول انطم بس. اسمع، أنت بتسافر ديرتك عند أمك، فاهم؟ أنا ما أبغي ذاك البيت تهروب، أنت شو أبي؟ أنا شنو أبي؟ أنت تحداني؟ أنت هي، أصحى، أنا نورية، أنا ماني أمي اللي قصيت عليها، ولاني هندول مدمغة ولا خولوك. هيّا، إن ما قطعت رزقك، إن ما خيّست حلجك وخليتك تسافر ديرتك، أنت جيتنا قطيعة عم بعينك سلس ما في كل عظمتين، شوف وجهك شلون صار من خيرنا. بس وين؟ ما يبين بعينك يدون. أنا بيش أول، أنا ما يبي فلوس، أنا ما يبي بيت أروح، أنا بس فلوس راشد، أنا ما يبي فلوس ماما غريبة، أنا ما يبي فلوس هند. خلاص هدي نورية، تشفيج خليني أنا أتفاهم معها. بس اهدي. شوف عيسى، أنت لازم ترد الفلبين، كلام نورية أختي صح، ما يبونك. ما عليه، أنت مؤمن وتعرف، روح هناك أنا أضمن لك حقك، خذ فلوسك وكون نفسك، روح عند هلك الصجيين. أنت هاي قوم قوم حاجني، لا أهفك كيف قوم. اهدي نورية، ما يصير تكلمينا كذي، هالأسلوب ما نقدر ناخذ منه لا حق ولا باطل. أنا ولد هذا الرجل. أنت ولد جوزفين. أنا راشد عيسى الطروف ولد، أنا مو ولد هرم. عقد أي كلام؟ يعني كلام هند صدق؟ هذا العقد موثق؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني شلون؟ تجننوني؟ ما راح اقتنع انه ولد راشد. اطفوه فهميه. اذا هو مختب بهالاوراق، واذا القانون اثبت انه هو ولد راشد، شرعا ما يجوز زياره راشد. ولا يجوز يشيل اسمه. فهمي لا تجننيني. اتقي الله في نفسك، خافوا من الله. اي شرع تتكلمين فيه؟ اخذوا شفتي قدام عينك، ولد راشد ولد جوزفين، فكونا حرام ما يجوز. روح برا، انا مو ولد حرام. برا.
عيسى يما سامحني، حللني، أنا آسفة. أمتي أواتي، أنت مؤمن؟ ليش تبي ترجع الكويت؟ اقعد هني احسن لك. But I am كويتي. اي لانك كويتي مع ويك الفلبين احسن لك تقعد هني. انت ما تقرا ولا تكتب عربي ولا تتكلم عدل، شلون راح تقدر تعيش؟ I must go there. روح بس صدقني ما راح تطول، راح ترجع هني بسرعه. You will miss everything here. البحر والشير ويوه الناس حتى الجو الرطب. إيه شكلك مو فاهم إيش قاعد أقول. فما الله. This is money. أدري. أنا راد الديرة وماني محتاجهم. بعدين هذه هدية مني لك. والهدية عيب عندنا تبادل.